شاهدي قناة مرابطون أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة جديدة من برنامجكم المشهد. يعني نحن هذه الأيام نعيش على وقع الحديث على مختلف وسائل الإعلام، سواء الإعلام كما يسمى إعلام المواطن، صفحات التواصل الاجتماعي إلى غيره، وكذلك الإعلام المحلي المكتوب والمسموع. المرأة يتحدث، الكل يتحدث الآن عن من جرى، عن السيول التي تأتت بعد تهاطل كميات هائلة من الأمطار في ولاية جديماغا. مدينة أصبحت في عزلة، وبعض القرى هناك حديث عن أموات مفقودين، خسائر مادية، إغلاق الطرق، ونداءات الاستغاثة وإلى آخره، كثيرة نداءات الاستغاثة. هناك من أعلن دعمه ولو معنويا، وهناك من غادر في قافلة. أيضا الحكومة الموريتانية تفيد 3 وزراء إلى هناك لدراسة الوضع في المدينة وإلى آخره، لكن الطريق أيضا مسدود في منطقة أو جسر تهدم قرب مدينة سيدي بابي على الطريق الرابط بها. هذا الجسر هو قريب من سيدي بابي، يسمى في منطقة تسمى أو قرية تسمى قرية جاره السالم. أيضا سيدي بابي المدينة والتي تأثرت كثيرا، هذه المدينة لا توجد بها طرق إطلاقا، ليست هناك شوارع مسفلتة، جدران كما يقال، ليس موجود في مدينة سيدي بابي إطلاقا. هناك مجموعة من ممرات المياه هي التي تصنع طرق هذه المدينة. هذه المدينة مثيرة للجدل، أهلها يقولون بأنهم يشعرون بالتهميش، أنها مهمشة من حيث مختلف الخدمات. اليوم أتى المطر ليفاقم مشاكل سكان مدينة سيدي بابي. لهذا السبب سوف نبحث هذا الموضوع وندرس وضعية هذه الولاية على ضوء ما يجري فيها الآن من ما وصف بأنه كارثي، لأن به أموات وخسائر بشرية وأضرار. معنا عثمان فوديه ماريغا، وهو رئيس الجمعية الرياضية الثقافية منحدرة من ولاية جديماغا، يعني بمدينة سيدي بابي على ما أعتقد. أهلا بك ماريغا. أهلا وسهلا. يعطيك العافية، يعني سمعت المقدمة. نعم. آمل أني لم أكن مبالغا فيما قلت. لا. ماذا يجري في مدينتك الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. شكرا على الاستضافة. أنا في البداية أود أن أتوجه إلى أحالي ضحايا الفيضانات، لأننا نحن الآن مدينة سيدي بابي تعيش وضعا مأساويا، وضعا إنسانيا يحتاج تدخلا سريعا، ويحتاج إلى الدعاء قبل كل شيء من جميع المواطنين. سيدي بابي الآن منكوبة، الطرق كما تقدمتم في المقدمة منقطعة حتى في محور أهل سالم، الطريق هناك منقطع، وأيضا حتى هناك فيه انقطاع الطرق التي كانت تربط القرى وبقية المدن لمقاطعة سيدي بابي. نحن إمكانيات الجمعية ضعيفة، لذلك لم نستطع أن نحصي كل الخسائر وكل المشاكل هناك إلى الآن هناك. لكن نريد أن نعرف الآن ما هو الوضع. أولا دعنا نتحدث عن موقع ولاية جديماغا وعن موقع مدينة سيدي بابي حتى نفهم، وكأننا سنبدأ من البداية حتى نفهم أولا وضعية سيدي بابي، خارطة سيدي بابي، ما حظها من الطرق؟ سيدي بابي حظها من الطرق فيها طريق وحيد تربط طريق تيدوما لتربط مدينة كيهيدي في سيدي بابي. تم تدشينها في فترة الانتقالية، في فترة المرحوم إليون محمد فار 2007 يعني 2007. الطريق هي الطريق الوحيد في جديماغا، إضافة إلى طريق بين سيدي بابي وقري، وانتهى الأمر. هذه هي كل الطرق هناك، كل الطرق في سيدي في 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 جديماغا. هناك ككل غياب تام للبنى التحتية هناك في سيدي بابي، الطرق غائبة تماما. كانت هناك دراسة تم إجراؤها السنة الماضية أو تخطيط، حتى قيل بأنه سيتم تخطيط طرق وشوارع تخطيط المدينة نفسها، يعني المدينة غير مخططة أصلا، غير مخططة. لذلك حتى كمية حين نشهد كمية قليلة هناك في سيدي بابي يؤدي إلى 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 عزل بعض المناطق والأحياء، حتى الأحياء داخل المدينة نفسها، عن وسط العاصمة. لذلك الآن منذ يوم سبت الماضي هناك
سيدي بابي، مدينة سيدي بابي وبقيت أو أغلب. أيضا سمعت أن غابوا أيضا وصل 100 زائدة. نعم 100 زائدة، وهو على ضفة النهر أيضا. نعم هذا فيه، وليس فيه كهرباء. ما فيه كهرباء، ليس فيه كهرباء، ليس فيه كهرباء. وسيدي بابي أيضا بعد قطع طبعا الكهرباء، انقطع الكهرباء أصلا، خدمة الكهرباء يعني فيها نوع من الفوضى، فيها نوع من الفوضى رديئة. وأيضا في بعض المناطق أيضا تنقطع في 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 وسط الليل. المهم سيدي بابي الآن وضعها مأساوي جدا، المياه تغمر أغلب الأحياء، أغلب مناطق سيدي بابي، السيول جرف الكثير من المنازل، سقط بعض الضحايا كما قلت، هناك إلى الآن 6 ضحايا، 2 في قرية العبلي و3 في مدينة سيدي بابي و1 في قرية أخرى. نعم كمل. نعم إذا فالآن سيدي بابي تشهد وضعا مأساويا كما قلت، يحتاج تدخلا. طيب نحن كنا سنأتي إلى ذلك، يعني هذا واضح، يعني أصبح الإجماع عليه على ما أعتقد واضح، لكن كي نفهم خطورة الوضع في سيدي بابي لابد أن نفهم جغرافية سيدي بابي. نعم. دعنا ندخل في تفاصيل مدينة سيدي بابي، يعني كيف هو ترتيب هذه المدينة؟ كما قلنا ليست مخططة، طريقة البنيان، طريقة العمران، طريقة سكن الناس، طريقة تقسيم الأحياء، ما الذي يقسم؟ هل تقسمها طرق يعني رغم أنها غير معبدة، أم هي نفسها تقسمها ممرات المياه؟ في مدينة سيدي بابي المدينة غير مخططة، لأن حتى وضعية بعض مساكن، بعض المنازل تسد هذا طريق المياه، مياه الأمطار مثلا، حين يأتي المياه لابد أن يكون لديها مجاري. طب هناك ممرات معروفة في سيدي بابي يصب المياه في الوديان، ولكن هذه نظرا لعدم تخطيط المدينة مع كل موسم أمطار سيدي بابي تشهد وضعا طيب. الأحياء الأكثر تضررا هي الأحياء القديمة أم الجديدة؟ عندما نقول الأحياء القديمة نحن نتحدث عن كوتشنقلي، عن بامباردوغو، عن أدباي. أدباي هذا كله هي المناطق الأكثر تضررا الآن، لأننا نحن في هذه الأحياء القديمة. يعني نعم الأحياء القديمة، في أدباي مثلا في أكثر من 100 أسرة متضررة الآن، 100 أسرة. بعضهم لم يعد لديهم مساكن، لأن طبيعة البنيان هناك في بعض المناطق، يعني في هو هي الطوب. أعتقد دباي سعيد يعني هو الأكثر حداثة. نعم. لأنه بني حديثا عندما أتى الشارع المسفلت. نعم. لكن الأحياء الأكثر قدما يعني هي الأكثر تضرر، يعني دائما تسمع المياه في كوتشنغولي، صح، وفي فيرلو، وفي بامباردوغو، صح، وأيضا في منطقة الـ في هذه الحادثة المناطق الأكثر تضررا هي أدباي، تليها بامباردوغو، ثم بعد ذلك كوتشنغولي 23 فقط، فيرلو أيضا التي يقع فيها السوق، يقع بين بامباردوغو وفورلي، وهو السوق الوحيد طبعا، وهو مصدر الحياة والنشاط المدينة كلها يعني، وهو أيضا مقابل مباشرة لبناية الولاية التي ينتهي عندها مباني الإدارات إلى كل شيء. يعني هذه المنطقة أيضا تأتيها المياه وتغمرها، صح، وتمضي فترة من الزمن، يعني تشول الحركة في المدينة تقريبا. بالأمس كانت الزوارق تتجول في الشوارع سيدي بابي نظرا لكثرة تجمع المياه وتجمع المياه، ولكن يعني المدينة أصبحت تشبه مدينة البندقية. نعم صح صح، في إيطاليا يعني التي أصبحت موجودة. نعم. يعني أنتم قد كنتم دائما تقولون أن مدينتكم مهمشة خصوصا من الخدمات، وكنتم تركزون على خدمة الطرق وتخطيط المدينة وخدمة أيضا المياه والكهرباء. هل لا زالت هذه الخدمات يعني لم يتغير شيء رغم الحديث عن الكثير من المشاريع خصوصا في العشرية الماضية التي تحدثت عن تطوير كل المدن، حتى أنه وشيع في مدينتكم مشاع أنكم سيقام هناك استقلال وستخطيط المدينة، أيضا وزارة الإسكان وصل ممثلها هناك وأخذوا بعض المناطق بعد ذلك يرحلون إليها الناس إلى آخر، كل هذا الشيء توقف أو ماذا حصل منه؟ هل حصل أم لم يحصل؟ في دماغة
حدود 90% من قدماها يعيشون في ظلام دامس، لا يوجد كهرباء ولا شيء. في الآونة الأخيرة في بعض الجمعيات قامت ببناء بعض الحنفيات والآبار في بعض المناطق لكي يستطيعون يجدوا ماء صالحا للشرب. لكن على حد علمي يعني الدولة قالوا بأنها قامت بمشروعين في قري، واحد لكهرباء المدينة والآخر لسقايتها، هذا مشروع كيف تصرف؟ المشروع متوقف إلى الآن، إلى حد الساعة تم مياه الحنفية تصل. نعم مياه الحنفية موجودة ولكن قد تصل لبعض الأحيان. نعم صح، الكهرباء تم وضع الأعمدة في 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 المدينة، حتى بعض الكثير من المنازل اشتركوا في خدمة الكهرباء، ولكن جاءتهم في أيام قليلة بعد ذلك انقطع عنهم الكهرباء، فإلى الآن لا يدرى ما هو السبب في طيب في من ناحية التخطيط الذي كان يتوقع أيضا، يعني أصبحت هناك ممثلية مندوبية لوزارة الإسكان والعمران والإصلاح الترابي، وهي أصبحت اليوم مسؤولة عن تخطيط بشكل عام العمراني في موريتانيا. الماضي عام 2018 الوزارة خططت المدينة وقامت بدراسة وتخطيط للمدينة، حتى وضعوا بعض جميع المنازل التي ينبغي أن تزالها في تشق الطرق، كل هذا تم التخطيط لها ولكن إلى الآن لم تبدأ الأعمال. طيب بعض الأحاديث تقول بأن السبب ليس في الحكومة، والسبب هو المشاكل التي سيثيرها السكان، يعني سكان المدينة القديمة يرفضون أن تهدم منازل بنيت منذ عشرات السنين. المشكلة أن المدينة القديمة يعني كلها بنيت منذ عشرات السنين، أصبحت فلل قصور ربما، وتهديمها يرفضونه، رغم أن السيارات لا يمكن أن تدخل في بعض الأحياء، خصوصا حي بومبردوغو، السيارات لا يمكن أن تخترق حي بومبردوغو وهو قلب النابض وهو خاصرة مدينة زيريبابي إنجاز التعبير. هي في جميع دول العالم حين يكون هناك تخطيط مدروس، نحن لا نتحدث عن تخطيط ارتجالي، حين نتحدث عن تخطيط مدروس يتم الحديث عن تعويض للأهالي ويتم تعبئتهم بأهمية هذه الطرق وأهمية هذه المشاريع، حينها يمكن أن يكون هناك بحسب ما لاحظت من السكان يعني شق الطرق مطلب لكل سكان مدينة سيدي بابي، على حد علمي مطلب يعني مطروح شق، بل كانوا سمعوا شائعة تقول بأن الاستقلال سينظم هناك وفرحوا لأن الطرق ستبدأ تشق وتوضع لهم الطرق. صح، لكن مشكلة الطرق أيضا سمعت البعض يقول أن الطرق سيدي بابي ليست سهلة لأنها ستحتاج الكثير من الجسور، لأن المدينة مشققة بممرات المياه. هذه الإشكالية أيضا، هي سيدي بابي الشوارع فيها يحتاج كثير من الدراسة، لا يحتاج إلى شهر ولا شهرين ولا ثلاثة أشهر، وإنما يحتاج إلى موسم ومواسم، حيث يتم دراسة مجاري المياه وما إلى ذلك حتى يعلم أين ويمكن أن يبنى فيه حدود وجسور ليكون طريقا. طيب موريتانيا استقلت سنة 60، منذ 60 إلى اليوم يعني معظم مدن موريتانيا شقت فيها الطرق، لماذا سيدي بابي وحده تأخر برأيك؟ يعني سيدي بابي ما زالت مهمشة، نحن نسأل لماذا سيدي بابي مهمش؟ لو كانت مدينة معارضة لقلنا بأن ذلك ضريبتها سياسية، ولكن سيدي بابي كانت دائما مع الدولة، لم تكن أبدا يوما من الأيام معارضة موئلا للمعارضة. رغم أن هذه في الآونة الأخيرة استطاع بعض الأحزاب المعارضة أن تجد موطئ قدم ولو ليس موطئ قدم، يعني أصبحت هناك حزب التحالف حتى هو العمدة منه الآن إلى آخره، هناك أيضا إيرا ما شاء الله بدأت، هناك أيضا حزب تواصل أصبح لديه تواجد لا بأس به هناك، ولكن النتائج الرئاسية والنيابية وحتى الجهوية أيضا كلها كانت في صالح الحزب الحاكم. طيب هل تعتقد أن سبب تهميشه هو عدم معارضته؟ لا، ربما يعود لطبيعة أهالي السكان، يعتمدون في أغلب الأمور على أنفسهم، يبنون المشاريع، طرق الجسور، مستشفيات، مراكز صحية، مدارس، مساجد، كل هذا أهالي المنطقة المغتربين منهم،
هم من يمولون. طيب هل هذا يعني مستساغ؟ الدولة تهمل موريتانيا فيها 15 ولاية، سيدي بابي إحدى هذه الولايات، لماذا الدولة تستهدف هذه الولاية بالذات؟ وكيف للدولة أن تعتمد على السكان في أن ينجزوا ما هو عملها؟ هذا ما سأبحثه معك بعد الفاصل سيد ماريغا، أعطيك العافية. إذن عثمان فوديا ماريغا رئيس الجمعية الرياضية والثقافية المحدرة من قديماغا هو ضيفنا. قديماغا على وقع سيول جرت عن تهاطل كميات هائلة من الأمطار، هناك قتلى ومفقودين، هناك خسائر مادية كبيرة جدا، وهناك ولاية طالما تحدثت عن تهميشها. بعد الفاصل نلتقي. قناة المرابطون تعيش معكم يومياتكم وتقف إلى جانبكم، توصل الصوت وتوضح الصورة. تابعوا معكم الجديد عبر نشرات إخبارية مفصلة وموجزة باللغة العربية والفرنسية. كولار ولف سونيك تطوف معكم الوطن بل والعالم بتقارير تعكس الواقع من الداخل ومن العاصمة نواكشوط، تحكي آلام وآمال المواطن. نقدم لكم برامج متنوعة تناقش مختلف الاهتمامات، سياسية وتشريعية وثقافية ورياضية وقضايا الرأي العام. نتوخى السبق ونحافظ على المصداقية ونجسد الموضوعية. المرابطون، الوطن بكل أبعاده. أهلا بكم مجددا، عدنا والعود أحمد إن شاء الله. أنتم تتابعون برنامج المشهد من قناة المرابطون، معنا سيد ماريغا عثمان فودية وهو رئيس جمعية رياضية وثقافية محدرة من قديماغا. يعني لازلت أتحدث، يعني دائما تقولون مهمشة، وفعلا موريتانيا فيها 15 ولاية، لماذا برأيك قديماغا مهمشة؟ لماذا مدينة سيلي بابي عاصمة ولاية قديماغا هي تقريبا عاصمة الولاية الوحيدة في موريتانيا التي لا يوجد فيها طرق، لماذا؟ مدينة مهمشة. نحن ما سبب هذا التهميش؟ أنت ذكرت لي أن السبب أن أهل السكان الولاية هم من يقومون بالمشاريع، هل من المعقول والمستساغ أن دولة يعني تترك وحدة ولاياتها تعتمد في 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 خدماتها على نفسها؟ يعني ما الذي قد يجعل الدولة تفكر بهذه الطريقة؟ هي المطالب كثيرة والمشاكل كثيرة، صح، ممكن بالمقارنة مع بقية الولايات يمكن أن نقول وضعهم أفضل من وضع قديماغا، ولكن كل الولايات لديها مشاكل في الخدمات، ونحن نعرف طبيعة، نتفق في هذا، كل الولايات لديها مشاكل، لكن الخدمات، الطرق خصوصا والكهرباء والماء، هذه مشكلة حلت تقريبا لمعظم عواصم الولايات، بل إضافة لبعض المقاطعات. لماذا سيدي بابي بالذات وهذه الخدمات الثلاث غير متوفرة بها؟ ربما لأن أهل غابوا مقاطعة وليست فيها الكهرباء، وليانجا مقاطعة أخرى، صح، هناك ولا هناك طريق يربط بين وليانجا وسيدي بابي، ولا بين غابوا وسيدي بابي، صح. المشكلة باعتقادي بأنها مشكلة أن حالها لا يطالبون، لأن ما ضاء حق وراءه مطالب. أهل المنطقة اعتمدوا على أنفسهم، فبالتالي لا يطالبون السلطات بحقوقهم، لذلك حتى اليوم. هل تستسيغ أن يكون للسلطات مبرر كهذا؟ يعني مبرر للسلطات أن تترك؟ ليس مبرر أبدا. نتيجة هذه المسألة هي الكارثة التي نعيشها على واقعها اليوم، يعني لا طرق ممرات مياه فوضوية، وها هم أموات ومفقودين. وأنا أسألك يعني رسميا، على حد علمي الدولة لا تعترف حتى رسميا بوجود مفقودين، صح. لم تعلن أن هناك مفقودين ولم تعلن عدد الأموات، وعلم أنتم ترسل رسالة
مجرد ابتعث ثلاثة وزراء لا أعرف إن كانوا وصلوا أم لا، وزير الإسكان، وزير التجهيز والنقل، ووزير الداخلية، يعني ثلاث وزراء هذه قطاعات بالذات لا أعرف لما اختاروها وبعض نواب الحاكمة. المهم في قضية هذا بالأمس في تواصلي مع رئيس مجلس الجهوي لولاية كيجما سيد كوليبالي، كوليبالي وهو الآن خارج أرض الوطن، أظن بأن المسؤولية الأخلاقية تطلب منه العودة سريعا إلى أرض الوطن والوقوف أمام الخسائر. هذا موظف دولي على كل حال، كان متقاعد يعني، كان موظف دولي متقاعد يعني. المهم هو لديه مسؤولية أخلاقية للعودة إلى الوطن والوقوف على هذه الخسائر. بالأمس قال بأنه تواصل مع وزير الداخلية، قال بأنه على علم بجميع المشاكل وبالخسائر سواء بشرية منها أو بالخسائر المادية الأخرى يعني. الأخرى قال بأنه على اطلاع على كل ذلك، وبأن الدولة بأن حركت بعض الجنود في كيهيدي ليذهبوا ليساعدوا. هناك كتيبة كبيرة من الجيش أو كتيبتان ربما في سيدي باب يعني. في سيدي بابي هناك منطقة عسكرية وهناك كتيبة أيضا كتيبة يعني مع. لكن قيل بأنهم أيضا حتى في بعض الشاحنات تحركت. لكن ماذا بوسعهم أن يفعلوا؟ ماذا بوسعهم أن يفعلوا؟ ليست لديهم زوارق والمدينة أصبحت يعني غارقة بالمياه. حتى الوالي لا أعرف كيف سيصل إلى مكتبه وأنا أعرف المنطقة جيدا. المهم تحرك الدولة كانت بطيئة جدا، وإلى حد الساعة لم نسمع بتحرك ملموس فيه الدولة أوفدت خبراء ومهندسين ليحددوا ما إن كانت. سمعنا أنها توفد هؤلاء، نعم. تبتعثت إضافة للبعثة الوزارية، لكنهم لكي يجدوا الطريق يعني. هؤلاء الخبراء مهمتهم يعني شق الطريق إلى ما حدث في سيري، هل هي يمكن أن يرقى إلى مستوى نكبة أو ماذا؟ هذه مهمة هؤلاء الخبراء. يعني الدولة لا زالت تنتظر بعدكم رغم المفقودين، رغم الأموات، رغم الجثث، رغم كل شيء، الدولة لا زالت تنتظر أن تقيم الوضع يعني إن كان كارثيا أم لا يعني. الدولة لديها مسؤوليات، عليها أن تتحمل هذه المسؤولية. وبالأمس نحن نشاهد قناة الوطنية، كانت تلفاز الوطنية تهتم بحرائق الغابات في الأمازون. وهناك ضحايا في سيري بابي لم تتطرق لها النشرة ولم يذكر أي شيء عنه. ووزير الداخلية نفسه حسب تصريح رئيس مجلس الجهوي قال بأنه اعترف بأن هناك ضحايا، لماذا لا يعلنون؟ لكن في اتصال شخصي يعني، ليس بشكل معلن. لماذا لا يعلنون؟ هناك بعض الوزراء منحدرين من الولايات اتصلنا بهم قالوا بأنهم معنا ولكن لا يمكن أن يظهروا للعلن، لأن الحكومة إلى الآن لم ينتظرون يعني الموقف الرسمي، لم يأخذ موقفا رسميا. هل ما حدث هي نكبة إنسانية؟ هل إلى الآن الدولة لم تأخذ موقفا؟ تريدنا أن نفهم الآن أن الحكومة الموريتانية بالنسبة لسكان ولاية قدماغة ستكون مثل الطبيب بعد الموت يعني. بعض الأحزاب أعلنت أنها وبدأت تجمع قوافل، بل أوفدت بعض الشباب من ينتمون إليها لمساعدة الناس بشكل عملي، وبعض الجمعيات أيضا إلى آخره. والدولة لا زالت تنتظر حتى تقيم. إلى الآن تنتظر تقييم لكي تعرف هل ترقى لمستوى. طيب لماذا برأيك؟ لماذا الدولة تفكر بهذه الطريقة؟ صراحة أنت شاب يعني ناشط ومن السياسيين ومن الداعمين أيضا ربما. أنا أستغرب وإلى الآن لم أجد له جوابا في المرة الفائتة. يعني مسألة الطينطان قبل ذلك كانت هناك حادثة غرق زورق تقريبا 52 شابا، أغلبهم من منحدرين من ولاية سيري بابي، عرف تلك القصة. أنكرت الحكومة باسم ناطقها الرسمي حينها والمحمي، لكنها يعني لاحقا تحدثت عنهم يعني. تحدث وقال بأنه لا ينكرون ولكن لم يثبتوا إلى الآن. نحن استطعنا أن نضع لائحة بأسماء المفقودين وحتى بأرقام أرقامهم الوطنية، ولكن الآن لم نجد الدولة لا أعلم. طيب لماذا يعني؟ هذا يعيدنا لنفس السؤال، برأيكم وأنتم سكان الولاية لماذا ولايتكم مهمشة؟ ماذا فعلتموه كي تقوم الحكومة بتهميش ولاية من 15 ولاية؟ يعني لابد أن نعرف سبب. نحن على الأقل من وجهة نظركم يعني. نحمل المسؤولية للدولة ولأطر المنحدرين من الولاية. يعني بالنسبة لل. الحالات في مثل هذه. الأطر، ما الذي يجعل الأطر يعني يجعلكم تحملونهم المسؤولية؟ ما سيستفيده الأطر من تهميش ولايتين؟ هي مسؤولية إطار في لديه مسؤولية أخلاقية أولاً.
يوصل هذه المشاكل للسلطات اللي هو جزء منها. طب ما الذي سيستفيده بعدم إيصال هذه المشاكل؟ ما الذي سيستفيده من عزل ولايته؟ ربما خوفا منهم، لأن نحن في طبيعة الحكومة. ولماذا تخاف من الحكومة؟ ما ستستفيد الحكومة من تهميش إحدى ولايات البلد؟ ما يستفيد منه الحكومة يعني من ناحية المنطقية؟ هذا الموضوع يعني يحتاج إلى أن نفهم. أنا أيضا أسأل، ما زلت أبحث عن الجواب، لأن ليس هناك أي مبرر لتهميش الولاية. طيب. الولاية حين لو كانت معارضة لقلنا بأن مسألة سياسية. ضريبة مسألة سياسية، ولكنها كانت دائما محكومة. ولكن أنا ذنبها الوحيد أنها ولاية اعتمدت على نفسها، وبالتالي نحن في عالم لا مكان فيه للضعيف. طيب هذا ومن لا يطلب بحقه لن يناله. إذن تطالب الولاية بأن يطالبوا بحقوقهم. بأن يطالبوا بحقوقهم. هم يطالبوا. وعلى الدولة أيضا أن تتحمل مسؤولية تجاه المواطنين. طيب. تجاه السكان. طيب الأمطار لم تتضرر منها مدينة سيلي بابي لوحدها. غابوا أيضا، يبدو أنه حصل على كميات هاي المطال. أيضا منطقة تكتاك التابعة ولا أعتقد مقاطعة وليانجا أيضا يعني حتى أن المياه صعدت إلى المساكن. في منطقة ندوملي أيضا. وفي أيضا هذا كله في وليانجا، نتحدث عن وليانجا الآن. وأيضا حتى في غاب أيضا. وفي غاب أيضا وما جاورها. سابوسري أيضا تضرروا. وقري طبعا. ولعبولي أيضا تابع لوليانجا. وليانجا أيضا نفس الشيء. كل هذه المناطق تضررت. تهدمت عريشات، تهدمت إلى آخره، الحيوانات بعضها ضاع، بعضها حاصرت المياه إلى آخره. يعني مسألة تتعلق بمدينة سيدي بابي فقط. الولاية كلها الآن يعني تعاني من الغيث. صح. الذي كانت تطلبه. هذا الولاية الآن تعاني. طرق المؤدية إلى سيدي بابي منقطعة، لا يوجد طرق مؤدية إلى هذه الولاية. طيب هي الجسر الموجود عند جاره السالم، أعتقد أن ذلك هو الطريق الوحيد للوصول إلى سيدي بابي. الطريق من الكنكوسة إلى وليانجا الذي كان رغم أنه غير مسلوك يعني، لكن طريق غير معبد، لكنها طريق. هذه أيضا عندما تأتي الأمطار تغلق. تغلق صح. إذن لم يعد الوصول إلى القدماغة سهلا، يعني أصبح صعبا جدا. حتى مع أبسط الأمطار تغلق من باب أحرى أمطار كهذه. إذن القرى تحاصر نهائيا في موسم الأمطار، لأن لا يدخل سيارة ولا يخرج سيارة. لا تخرج سيارة حتى سيارات. لكن مع فيضانات الأمس. يعني برأيك إذا لم يستطيعوا حل مشكلة الجسر الذي تكسر عند جاره السالم، يعني وهو ما قطع طريق دون سيدي بابي، وهي يعني كيلومترات قليلة من سيدي بابي يعني، لكنها ذلك الجسر تحطم. أنا رأيت صور للجسر وقد تحطم تماما. برأيك هذه البعثة التي ترسلتها الحكومة متأخرة على ما يبدو، يعني وتلك البعث من أين سيمرون ليصلوا إلى قدماغة؟ في بعض الشباب الذين ذهبوا هناك في هذه الحادثة قالوا بأنهم عندما وصلوا إلى محور السالم نزلوا عن تلك السيارة وذهبوا راجلين، سيارات أخرى كانت هناك ستنقلهم. إذن سيعبرون بأرجلهم، يعني هذا مفيد جدا للوزراء أن يعبروا بأرجلهم حتى يروا كم يعاني الناس، يروا ما يعاني. المسألة ليست سهلة. طيب هناك مشكلة أخرى أيضا تؤرق سكان ولاية قدماغة، يعني أنا ربما أجريت بعض الاتصالات قبل البرنامج ببعض سكان هناك، يعني أيضا مشكلة التجار. عندما تأتي ظروف كهذه التجار يرفعون الأسعار. لماذا التجار برأيك يستغلون ظروف كهذه لرفع الأسعار وتصعيب الأمور؟ في موريتانيا هنا التجار بطبيعتهم أو أغلبهم انتهازيون، ينتهزون أي سانحة أي فرصة لرفع الأسعار، سواء هنا في العاصمة أو في مناطق أخرى. لكن نتحدث عن سيدي بابي. نوعية التجار في سيدي بابي، هل هم تجار من أصل الولاية أم منحدرون من خارج الولاية؟ أغلبهم منحدرون ليسوا من الولاية. نعم ليسوا من الولاية، أغلبهم منحدرين. ربما هذا يفسر بعض الشيء، عدم اهتمامهم بال. نعم أغلبهم فيه بعض التجار طيبين حتى يقدموا بعض الخدمات. بعضهم الآن يقدمون معونات نعم أسمع عن تجار يقدمون نعم. خدمات ولكن في النهاية أغلبهم يصنعون. ولكن هذا على الدولة أن تتحمل مسؤولية. طيب ما الشيء المستعجل الذي على الدولة الآن أن تبعثه ريثما تنتهي من دراستها للوضع؟ هي الآن لابد أن توفر خيام، لأن في الكثير من الأسر تضررت منازلهم نهائيا، هدمت منازلهم، لم يعد لديهم مساكن. المدارس العمومية أيضا
ترمي أغلبها. لا هذا واضح سيدي بابي، كل سنة عندما تكون الأمطار خفيفة المدارس بعضها لا يعمل. بابي أحرى اليوم أعتقد أن الافتتاح سيكون يعني في دماغه متأخر جدا. لذلك الحاجات الأساسية الآن المأوى أولا، اسمه بعد مواد الغذاء، لأن في الكثير من السيول المأوى والغذاء الآن هم الأساس. نعم الغذاء والمأوى هذا. إذن مخيمات في أماكن جافة ربما. في أماكن جافة. تذهب إليها الناس. نعم بعد ذلك حماية ممتلكاتهم رغم أنها مبللة، لكنها في النهاية يجب أن تحمى. في بعضهم أيضا. يعني ما دام التاجر الذي يعمل بشكل شرعي ومكشوف يستغل الأمور ويرفع الأسعار، فالمجرم بالك به ماذا سيفعل؟ يعني ينتهز الغني فما بالك باللص الذي أصلا لا يهتم بشيء. يعني مثلا الآن. في تحدي بعض. أمني الآن يوجد في ولاية قدمارة، هناك تحدي أمني وهناك تحدي أمني على مستويين، الأمن الشخصي الطبيعي والأمن الغذائي أيضا. إذن يجب أن يعمل موقع المفوضية الأمن الغذائي، هل تصله المياه؟ وأعتقد أنه في تبعي سعيد على ما أعتقد. ما عندي معلومات عنه. يعني موقعه في مدخل بداية دبي بعد ملتقى الطرق الوحيد الذي ينعرج إلى قريوة. هناك يعمل هناك ولكن لم أتطرق إلى تلك المنطقة. دائما تغرقها المياه لأن أصلا هي في منحدر. صح. إذن وتوجد أيضا فيه مقر الحالة المدنية، مقر الإحصاء يوجد هناك. نعم يوجد هناك في تلك المنطقة. صح. يعني صح. يعني منطقة وفير مفوضية الأمن الغذائي داخل، وأيضا قبيل ذلك في جنب المزرعة أيضا توجد أيضا بنايات يعني مندوبيات أخرى. إذن نأمل التوفيق للحكومة في مسعاها وللذين بدأوا يساعدون. نتمنى جزاهم الله خير على ذلك بميزان حسناتهم، ونتمنى الدولة أن تعجل مساعداتها ريثما تنتهي من دراستها وتقييمها. طيب بس سيد عثمان فوديا ماريغا رئيس جمعية رياضية الثقافية المحاضرة من قدماغ، كنت ضيفي، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. مشاهدي قناة المرابطون، المشهد انتهى في حلقته هذه، لأن نلتقي مجددا. السلام عليكم.